بسم الله على بركة الله. حاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا تصحيح التمرين 25 صفحة 98 من كتاب المفيد الدرس ديال النظمات. عطاونا هنا نحلوا هذه النظمة هذا صافي. هنا اول حاجة غنولي نكتب هذه النظمة هذه بواحد الطريقة شوية تلائمنا. لدينا هذه النظمة S، حاول نفصلها شوية. إذا هي 3x ناقص 2y ناقص 1 تساوي 0، أو يعني عندي هنا الجدع كيساوي، أو x زائد 4y ناقص 4 زائد y ناقص 4 تساوي 0. ثانية فيها 2x زائد y ناقص 1 تساوي 0، أو x ناقص y ناقص 1 تساوي 0. هنا النظمة، هنا ملي كنقولوا حل النظمة يعني خصني نحل هذه المعادلة وهذه المعادلة و، يعني هنا كاين الحرف ديال الواو. من بعد هادو اش كنلاحظ فيهم هنا جدا عفوا او. اذا شنو غنمشي ندير؟ حل ديال النظمة S، حل النظمة S، حل النظمة S هو حل النظمات التالية. النظمات التالية عندي هنا النظمة الأولى S1، خصني نمشي نحل النظمة 3x ناقص 2y ناقص 1 تساوي 0 مع من؟ مع هذه الأولى ومع هذه 2x زائد y ناقص 1 تساوي 0، أو النظمة S2 غتكون دائما 3x ناقص 2y ناقص 1 تساوي 0، هذه مع x ناقص y ناقص 1 تساوي 0، أو S3 النظمة الثالثة. دابا ساليت مع هذه غنجي لهنا x زائد y ناقص 4 تساوي 0 على x على 2x عفوا، عاود ثاني هذه مع هذه 2x زائد y ناقص 1 تساوي 0، او s 4 النظمة الرابعة هي كما قلنا x زائد y ناقص 4 تساوي 0 مع x ناقص y ناقص 1 تساوي 0. خصنا نقلبوا على الحل ديال هاد النظمات هادو بربعة. دونك عندنا 3 x ناقص 2 y ناقص 1 مع 2 x زائد y ناقص 1، عندنا عاود ثاني 3 x ناقص 2 y ناقص 1 مع x ناقص y ناقص 1، عندنا عاود x زائد y ناقص 4 مع 2 x زائد y ناقص 1، هنا x زائد y ناقص 4 مع x ناقص y. غنمشيو دابا بوحدة بوحدة. نمشي في الحالة الأولى لنحل النظمة S1، S1 اللي هي 3x ناقص 2y ناقص 2y ناقص 1 تساوي 0، وعندي هنا 2x زائد y ناقص 1 تساوي 0. غنمشي مثلا في هذه الاولى هذه غنمشي بالطريقه ديال التعويض. غنقول مثلا من خلال، ولا نمشيو بالتاليفه كيف كيف، نمشيو في هذه الاولى هذه مثلا بالتاليفه ونمشيو في المعادله الثانيه بالتعويض. اذا غنلاحظ هنايا لدينا S1 هي 3x ناقص 2y ناقص 1 تساوي 0، وعندي هنا 2x زائد y ناقص 1 تساوي 0. نمشي هنا بالطريقة التأليفة. إذا شغل الله هنا مثلا عندي هنا y، شنو المعامل اللي كاين هنا حدا y؟ ناقص 2 هنا زائد 1، بعد هما الإشارة ديالهم متقابلين، عندهم إشارة متقابلين.
اذا علاش غنقلب؟ شنو هو المقابل ديال ناقص جوج؟ العدد ناقص جوج. المقابل ديال العدد ناقص جوج هو زائد جوج. اوكي، المقابل ديال العدد ناقص جوج هو زائد جوج. اذا فاش غنضرب اي باش تولي عندي هنا زائد جوج، خصني نضربها في جوج، وبالتالي غنضرب هذه المعادله هذه كامله في جوج. اوكي، هذه غنضربها في واحد، ما غتغيرش. يعني شنو؟ يعني ان كتولي عندي هنا هي هذه غتبقى نفسها، 3 اكس ناقص جوج اي ناقص واحد تساوي صفر. هنايا غنشط جوج في جوج هي 4 اكس، جوج في اي هي زائد جوج اي، جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، وجوج في صفر هي صفر. اذا هذه مثلا المعادله الاولى، هذه المعادله الثانيه. غندير المعادله الاولى زائد المعادله الثانيه. اوكي، عندي المعادله الاولى زائد المعادله الثانيه اش غتعطيني؟ غتعطيني 3 اكس زائد 4 اكس ناقص 2 اي زائد 2 اي. اوكي، هنا غدير ناقص 1 زائد ناقص 2 زائد ناقص 2 تساوي 0 زائد 0 هي 0. مزيان. اذا 3 اكس زائد 4 اكس شحال هي؟ هي 7 اكس. ناقص 2 اي زائد 2 اي تساوي صفر، ناقص 1 زائد ناقص 2 هي ناقص 3 تساوي صفر. اذا 7 اكس تساوي شحال؟ هي تساوي هي 3، ومنه اكس كنلقاه يساوي 3 على 7، يعني اذا هنا لقيت اكس كيساوي 3 على 7. شنو خاصني دابا؟ خاصني نقلب على اي من خلال هذه المعادلة، هذه من خلال المعادلة الثانية. لدينا جوج إكس زائد إيكغيك ناقص واحد تساوي صفر. علاش كنقلب؟ كنقلب دابا أنا على إيكغيك، يعني أن إيكغيك شنو غيساوي؟ غيساوي واحد. المجاهيل دابا الاكس راه معروف، القيمه ديالو معروفه، كيبقى ايكغيك هو المجهول. اذا المعلومين في الطرف، دونك غتجينا واحد ناقص جوج اكس تساوي هي واحد ناقص جوج فاش في 3 على 7. شنو هو المقام الموحد هنا؟ هو هاد واحد ردوا هي 7 على 7، هادي جوج 3 هي ناقص 6 على 7، وهنا هي واحد على 7. يعني اذا ومنه حل النظمة، حل النظمة اس ان هو الزوج، حل النظمة اس ان هو الزوج اكس حال 3 على 7 و إيكغيك واحد على 7. احنا صوبنا النظمة اس ان، دابا غندوزو نصوبو النظمة الثانية. اوكي، النظمة الثانية حل النظمة اس جوج، اس جوج ها هي عندها 3 اكس ناقص 2 اي ناقص 1 تساوي صفر، و اكس ناقص اي ناقص 1 تساوي صفر. 3 اكس ناقص 2 اي ناقص 1 تساوي صفر، اكس ناقص اي ناقص 1 تساوي صفر. تمام، نمشي هنا بطريقة ديال التعويض. من خلال المعادلة الثانية لدينا شنو عندنا؟ لدينا إكس ناقص إيكغيك ناقص واحد تساوي صفر من هذه المعادلة هذه، يعني إكس كيساوي إيكغيك زائد واحد. هنا لقيت إكس، غنجي نعوض في المعادلة
في المعادله الثانيه، في المعادله الاولى هنا خديت المعادله الثانيه غنجي نعوض المعادله الاولى. في المعادله الاولى اكس ب واي زائد واحد شنو غيولي عندنا؟ لدينا 3 اكس، باش غنعوضوه اكس غنعوضوه ب واي زائد واحد. واي زائد واحد ناقص جوج واي ناقص واحد تساوي صفر. اوكي اذا غنحاول نشرح هذا الشيء. هذا هي 3 واي زائد 3 ناقص جوج واي ناقص واحد تساوي صفر. مزيان، يعني شنو عندي هنايا؟ 3 واي ناقص جوج واي شحال هي؟ هي واي زائد 3 ناقص واحد هي زائد جوج تساوي صفر. صافي، يعني اذا شحال غنلقى واي كيساوي؟ غنلقى واي يساوي ناقص جوج. انا لقيت واي كيساوي ناقص جوج، بقى لي اكس. غنرجع لهنا، لدينا شنو؟ لدينا اكس يساوي واي زائد واحد، يعني ان اكس يساوي ناقص جوج واي غنعوضو دابا هنا بناقص جوج، ناقص جوج زائد واحد، اذا هي ناقص واحد. غنعاود نشوف نتاكد من هاد الحلول هادو. دونك هنا ناقص واحد وناقص واحد هي ناقص جوج مع هاد الناقص، دونك هادي صحيح. ناقص واحد هادي غتعطينا ناقص ثلاثة، وناقص واحد هي ناقص أربعة، ناقص جوج ناقص جوج هادي صحيح. إذا ومنه حل النظمة اس جوج هو الزوج، هو الزوج اكس هو ناقص واحد، واي هو ناقص جوج. صافي، هذا الندمة الثانية. غندوزو عاوتاني نحلو الندمة الثالثة. حل النظمة، حل النظمة اس تروا، ها هي الندمة الثالثة عندنا. اكس زائد واي ناقص اربعة تساوي صفر، اكس زائد واي ناقص اربعة تساوي صفر. هنا عاود عندنا جوج اكس زائد واي ناقص واحد تساوي صفر. اوكي، جوج اكس زائد واي ناقص واحد تساوي صفر، جوج اكس زائد واي ناقص واحد تساوي صفر. مثلا هذه المعادلة الأولى، هذه المعادلة الثانية. غنشوف من خلال المعادلة المعادلة واحد، هنا شنو قلت؟ من خلال المعادلة الثانية. غنولي دابا نخدم هنا من خلال المعادلة واحد، غنبقى نبدل شوية وصافي. من خلال المعادلة الأولى شنو عندنا؟ لدينا اكس زائد واي ناقص 4 تساوي صفر، يعني ان مثلا يعني ان واي كيساوي 4 ناقص اكس. اوكي، واي غيساوي ناقص 4 غتولي لنا هي 4، وهنا غتولي ناقص اكس. نعوض في المعادله، نعوض في المعادلة الثانية إكس ب اش غنعوضو؟ إيكغيك، إيكغيك غنعوضوه ب 4 ناقص إكس. صافي، لدينا ها المعادلة الثانية، غنعوضو إيكغيك، إذا هاد جوج إكس غتبقى زائد إيكغيك، باش غنعوضوه ب 4 ناقص إكس ناقص واحد تساوي صفر. أوكي، إذا جوج إكس ناقص إكس شحال هي؟ هي إكس
أربعة ناقص واحد شحال هي؟ هي زائد ثلاثة تساوي صفر. إذا إكس غيساوي لينا ناقص ثلاثة، صافي. هنا لقيت إكس، شنو مازال خاصني؟ خاصني نلقى إيكغيك. لدينا شنو عندنا؟ لدينا إيكغيك ها هو Y كيساوي 4 ناقص X، أوكي Y كيساوي 4 ناقص X، 4 ناقص X تساوي هي 4، غنعوض X هنا دابا غنعوض X بناقص 3، إذا غتجيني هنا ناقص 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 3 اللي هي غتساوي 4 زائد 3 تساوي 7، يعني إذا ومنه حل النظمة، حل النظمة S 3 هو الزوج، الزوج ناقص 3 7، ناقص 3 7، أوكي. أنا عوض هنا نشوف واش هذا الشيء هذا صحيح، ناقص 3 وناقص 4 هي ناقص 7 مع 7 صفر، ناقص 3 جوج ناقص ستة وناقص واحد هي ناقص سبعة مع هذا الصفر، إذا هذا صحيح. قطنا آخر نظمة، حل النظمة، حل النظمة إس أربعة هذه إكس زائد إيكغيك ناقص أربعة تساوي صفر، إكس زائد إيكغيك ناقص أربعة تساوي صفر، وعندنا هنا x ناقص y ناقص 1 تساوي صفر، x ناقص y ناقص 1 تساوي صفر. هذه المعادلة الأولى، هذه المعادلة الثانية. اش كنلاحظوا هنا؟ باش هنا تجي هنا ممكن تمشي عاود بأي طريقة، ولكن لاحظ كنلاحظ هنا عندي زائد y هنا ناقص y، إذا هادو بحال إلا هنا المعامل عندنا زائد 1 هنا ناقص 1 راهم متقابلين، إذا أحسن حاجة ممكن نديرها نمشي ندير هنا التأليفة، كتجيني هنا سهلة، حيت ملي غندير المعادلة الأولى زائد الثانية غتجيني إي كريك زائد ناقص إي كريك تساوي صفر. شنو عندنا؟ غندير المعادلة الأولى زائد المعادلة الثانية، لدينا شنو غتعطيني؟ المعادلة الأولى زائد الثانية، إذا إكس زائد إكس، إكس زائد إكس زائد إي كريك زائد ناقص إي كريك، إي زائد ناقص إي كريك غتجي نعاودها، ناقص 4 زائد ناقص 1 تساوي صفر، إكس زائد إكس شحال هي؟ هي جوج إكس، إي كريك زائد ناقص إي كريك هادو متقابلين إذا كيساوي صفر، ناقص 4 زائد ناقص 1 هي ناقص 5، هادشي كيساوي صفر، يعني جوج إكس تساوي 5، إذا إكس يساوي 5 على 2. هنا لقيت إكس، بقى لي خصني نقلب على إيكغيك. لدينا مثلا من خلال هذه المعادلة شنو عندي؟ إكس زائد إيكغيك ناقص 4 تساوي صفر، يعني أن إيكغيك كيساوي، إيكغيك كيساوي 4 ناقص إكس. غنجي هنا غنعوض، هي 4 إكس غنعوضو بخمسة على جوج، وغنحاول هنا نوحد المقام، إذا المقام الموحد هنا هو جوج، هاد 4 راه بحال 4 على واحد، إذا غنضرب واحد في جوج وغنضرب 4 في جوج، 4 في جوج هي غتعطينا 8، دونك 8 على جوج ناقص 5 على جوج إذا إيكغيك 8 ناقص 5 هي 3 على 2، أوكي 8 ناقص 5 هي 3 على 2، ومنه حل النظمة، حل النظمة S 3 هو S 4، آخر S 4 هو الزوج، هو الزوج إكس هي 5 على 2 وهنا 3
على جوج. دابا هاد الشيء هذا كامل لاش دايرينو؟ دايرينو باش نلقاو الحل ديال النظمة اس. وشنو قلنا؟ الحل ديال النظمة اس كاملة هو الحل ديال هاد النظمات هادو. اذا وبالتالي غندير هنا واحد الاستنتاج. وبالتالي حل ولا حلول النظمة اس يعني هاد الاولى هادي كاع هي الازواج اللي لقينا كاملين. الزوج الاول 3 على 7 1 على 7 3 على 7 1 على 7 3 على 7 1 على 7 و الزوج الثاني ها هو ناقص 1 ناقص 2 والزوج الثالث هو ناقص 3 7 والزوج الرابع هو هذا آخر واحد لقينا 5 على 2 3 على 2 اوكي ونهاية حل 8.